عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، العباد الكل تستنى في المباراة الكبيرة اللي باش تجمعنا بالمنتخب البرازيلي 27 سبتمبر من الشهر هذا. تكون صراحة مباراة من أعلى طراز نشوفوا فيها المنتخب التونسي وين وصلنا في التحضيرات بتبيع قبل المباراة هذيك جزر القمر لو 22 معناها سبتمبر. للأسف معناها بدون حضور جمهور بما أنها تتلعب في ستاد في أورليون أومني سبور اسمه ستاد اللي يرفع لمية حتى 150 مشجع هكاهو. للأسف دونك الجمهور متاع المنتخب التونسي مش بش يحضر، كان نجمه معناها ينظمها في تونس في رادس يكون حفل كبير. خسارة البث التلفزي دونك متاع مباراة جزر القمر حتى التوى معناش معلومات، لكن بالنسبة للبرازيل بش تعدى في البيين سبور ماكس كات. بطبيعة المنتخب التونسي باش يسافر لو 21 الباري وينش تلعب المباراة في بارك دي برانس. المنتخب التونسي كما نعرفه بدا في التحضيرات متاعه ديجا من نهار الخميس لو 15 سبتمبر، دونك الملاعبية قاعدين يجيو تباعا. اليوم برشا ملاعبية باش يلتحقوا بتربص المنتخب وش يعملوا حصة تدريبية 6 متاع العشية. معنا نذكروا الملاعبية ذوما اللي هما عمر رقيق، حنا بع المجبري، المثلوثي، الجزيري، العيدوني، صخيري، برون، عصام جبالي، انيس بن سليمان، ورامي كعيب. بطبيعة جال القادري بدا يرفع في النسق وبدا يشوف معناها في الخطة التكتيكية والفورماسيون اللي يلزمها تهبط بارتي جزر القمر. دونك نشوف في برشا عباد وحاجه ياسر معناها تفرحني وشيخه كبيره العباد معناها قاعده كل واحد يهبط في التشكيله نتاعو في الفورماسيون نتاعو كيفاش يلزمنا نهبطو خاصه بارتي البرازيل شيخه كبيره برشا. نقاشات محلاها قاعد نشوف فيها في لي ريزو سوسيو الكل، فيسبوك انستغرام تويتر. بالطبيعة عندي لي كونت في لي ريزو سوسيو هذوما الكل، تنجموا تابوني ورواحكم وتابعوني. نحب نعرف رايكم زاد في التشكيله اللي يلزمها تهبط في البارتي البرازيل، لكن برشا عباد قاعده معناها تنسى انه زاد عندنا مباراه ضد جزر القمر. دونك معناها نتصور اللي يلزمنا الساعه نركزوا مع بارتي جزر القمر التشكيله نحكيه، ومن بعد بالطبيعة نحكيه على التشكيله اللي يلزمها تهبط بارتي البرازيل، على خاطر من مباراة لمباراة نجم تغير برشا معطيات، نجم يرجعوا ملاعبية من إصابة، نجم ملاعبية لا قدر الله تتصاب، فما أمور تكتيكية، فما تروشيك. دونك في الفيديو متاع اليوم باش نحكي على التشكيلة اللي نتوقع باش تهبط بارتي جزر القمر، باش نحاول ندخل في مخ جلال القادري ونعرف شنو التشكيلة اللي شهبطها اعتمادا بالطبيعة مش على حاجات اعتباطية، اعتمادا على المباريات الأخيرة متاع المنتخب التونسي، اعتمادا على رجوع ملاعبية، على إصابات. وبالطبيعة كي نحكي على المباريات الأخيرة متاع المنتخب التونسي نحكي على دورة كيرين كاب. دونك خلينا ديريكتومون ندخلوا في صلب الموضوع ونحطوا معناها زوز تشكيلات الأخيرة اللي لعب بهم المنتخب التونسي في الدورة هذه. نحكي اولا على مباراة تشيلي والمنتخب التونسي، انتصرنا فيها 2-0 بنتوات جبالي والعابدي في المباراة هذه. التشكيلة تشوفوا فيها قدامكم دونك دحمان، الغندري، الطالبي، عابدي، دراجر، العيدوني، بالرمضان، فرجاني ساسي في الوسط، جزيري، سليتي، وبن سليمان كوم إلي. دونك هذه التشكيلة كانت في مباراة تشيلي. في مباراة اليابان اللي ربحناها 3-0 بنتوات جبالي فرجاني ساسي بالرمضان، التشكيلة اللي تشوفوا فيها زادة قدامكم جول دحمان بلا العيفة الطالبي في الديفونس، دراجر على اليمين، العابدي على اليسار، عيدوني فرجاني ساسي بالرمضان في الوسط، القدام الخنيسي على اليسار بساكني وبن سليمان على اليمين. دونك كان تلاحظوا الفرق ما بين الزوز تشكيلات هذوما فما ثلاثة تغييرات. دونك الغندري تنحى حط في بلاصتو بلال العيفة، مش باش نحكي بطبيعة الأسباب لكن نحكي لنا على الوقائع. كيف السليتي ما بداش تيتولير وتحط في بلاصتو المساكني، والجزيري تنحى وتحط في بلاصتو دونك الخنيسي لنا جال القادري. دونك حب يعطي يمكن فرصة للخنيسي على حساب الجزيري. فما زاد معطى آخر لازمنا نحكيو عليه بارابور التشكيلة هذه متاع مباراة اليابان، هي الإصابات. وما أدراك ما الإصابات، بالطبيعة نحكي على الإصابة الخطيرة معناها أونتر بارونتيز اللي تعرض لها يوسف مساكني، ومعناها وخفنا اللي تضرب ليغامون كروازي. الحمد لله يوسف مساكني زورت إصابة مش في ليغامون، دونك تستوجب راحة، لكن فما برشا كلام أنه معناها ينجم يكون حاضر بارتي البرازيل بنسبة كبيرة باش يغيب بارتي جزر القمر، دونك مش باش يكون موجود في التشكيلة اللي باش تكون تهبط نهارتها ولا رانا حطيناه. كيف الإصابة متاع العابدي مع فريقه كون دونك نحيوه من التشكيلة، وللأسف كيف بالرمضان بما أنه عمل العملية جراحية ربي معاه دونك قاعد يعمل في التأهيل البدني. دونك فما ثلاثة تغييرات بارابور التشكيلة هذه ترجع
للإصابات. كيف كيف نحكيه على عودة ملاعبية اللي هما مهمين في المنتخب التونسي وعنده الإضافة متاعهم، يمكن فما عباد بتبيع ما تشاطرنيش الرأي في الملاعبية هذوما. نبدأه بالديفانس بتبيع، نحكيه على برون في الديفانس. نتصوروا برون في الديفانس هو والطالبي باش ياخذ بلاصتو في الديفانس، معناها نتصور فما كومبليمونتاريتي بين زوج ملاعبي هذوما. برون يقدم في مستويات كبيره مع فريق سالرنيتانا، ديما ياخذ معناها في نوت محترمه برشا، دونك نتصور هو باش ياخذ بلاصت بلال عيفا في اللاكس. هذه حاجه مما لا شك فيها، فما برشا عباد تخمم ثلاثه في اللاكس، بما انه برون يلعب في سالرنيتانا ثلاثه في اللاكس، يلعب اكسيال على اليمين. يمكن الشواء ذاك نشوفوه في بارتي البرازيل وقتها لكل حادث حديث. خلينا تو نحكيو على بارتي جزر القمر. بطبيعه الطالبي انديسكوتابل في الديفونس بالمردود اللي قاعد يقدم فيه، دونك في اخر مباراه ليه مع فريق لوريون يعمل مباراه كبيره، يعطي باس ديسيزيف. تشوفوا الارقام دونك قدامكم تاع الطالبي، حاجه ياسر طياره كسوا معناها في التدخلات نتاعو. 90 دقيقه لعب في لي باس صحاح، حاجه مزيانه برشا. كيف كيف صحيفه ليكيب دونك تختاروا في التشكيله المثاليه وتعطيه نوت 7 على 10 تشكيله ليكيب الفرنسيه بتبيعه، وان شاء الله يكمل في المستوى هذا. دونك هذا كان بالنسبه للديفونس. بتبيعه ما حكيتش على الجول، نتصور دحمان باش يقعد في الجول بحكم المستويات اللي قاعد يقدم فيها مع سي اس اس. صراحه جول معناها قاعد يقدم في مستويات محترمه على الاخر. بتبيعه نخمم برشا في بشير بن سعيد، يمكن ياخو حظه يهبطوش معناها دوزيام ميتون. دونك هذا بالنسبه للثلاثي الاول اللي حكينا عليه. دراجر على اليمين باش يقعد في بلاصتو ويقدم في مستويات زاده باهيه مع فريقه. نتصور مثلوثي عنده نسبه اقل باش يلعب في المباراه هذه. يقعد لنا حكايه لاريير جوش ولنا كل واحد ورايه في البوست هذيك. دونك فما ثلاثه ملاعبيه، نحكيو على معلول اللي رجع معناها تو في التحضيرات مع فريق الاهلي، كيف كيف رامي كعيب اللي في الزوز مباريات الاخيره دونك قاعد يلعب مع فريق هيرين فين في البطوله الهولنديه لكن مش قاعد يقدم في مستويات كبيره، ومرتضى بن وناس في فريق قاسم باشا التركي اللي قاعد يقدم في مستويات محترمه على الاخر، والبريود الاخيره قاعد يلعب فيه اريير جوش. دونك لنا نتصور يمكن مرتضى بن وناس باش ياخذ فرصته كوم اريير جوش. دونك هذا بالنسبه للرباعي نتاع الدفاع. نمشي وسط الميدان. في وسط الميدان دونك نحكيو لنا على رجوع السخيري، وما ادراك ما السخيري. يقدم في مستويات كبيره وكبيره برشا بطبيعه في الدور الالماني، معناها ثاني اكثر لاعب يقطع في مسافات كان في المرتبه الاولى. دونك تراجع مرتبه السخيري، يعمل في ما يقارب معناها 12.05 كيلومتر في الماتش، اجمالي 84.3 كيلومتر في الماتشوات اللي لعبهم الكل. نحكيو لنا على 7 ماتشوات. دونك نتصور هو باش يلعب بيفو سنتينيل بيفو اكسيال. دونك لنا يقعدوا لي دو ريليور. نحكيو على معناها عيسى العيدوني، نتصور هو باش ياخذ البوست هذيك كوم ريليور جوش. نحكيو على العيدوني اللي قدم في مستويات كبيره مع فريق فرانك فاروتشي المجاري كسوا في البطوله والا في الاوروبا ليج. دونك اخر مباراه ليه في اوروبا ليج ضد فريق موناكو قدم مستوى من اعلى تراس. دونك شوفوا الستات نتاعو، ياخذ نوت 7.4 من 10، حاجه ممتازه برشا، من احسن المباريات اللي عملهم عيسى العيدوني مع فريق فرانك فاروتشي. ان شاء الله في اقرب وقت نشوفوه في فريق كبير في اللورو. فما برشا عباد معناها كونتر انه يلعب عيسى العيدوني مع سخيري، ثنائيه سخيري ما تعجبهمش برشا، لكن حسب رايي بالامكانيات اللي عند العيدوني ينجم معناها هو وسخيري يعملوا ثنائي رهيب في وسط الميدان. بطبيعة هذا راي. نتصور كوم موريليور دروا جل القادري باش يكمل يحافظ معناها على التركيبه اللي يبدا موجود فيها فرجاني ساسي. نتصور باش يخلي فرجاني ساسي في البوست هذيك. ان شاء الله فرجاني ساسي يقدم مستويات كبيره، رغم اللي تو كيبدا رجع يلعب معناها مع فريقه بعد الاصابه. ان شاء الله وسط الميدان هذايا يعطي معناها روندمون كبير برشا. بطبيعه التشكيله هذه والمعناها اللوساتور والعمود الفقري هو كما قلنا نفسه اللي معناها لعبنا به في دوره اليابان، والعباد الكل تتفق انه قدمنا معناها دوره كبيره، وان شاء الله نكملوا في المردود هذايا. بالنسبه لغيلان الشعلالي صراحه لنا قاعد نتوقع راهو في التشكيله اللي هبطها جلال القادري. غيلان الشعلالي كانوا في الفورم اللي شفناه به فيها معناها في البريود الاخيره قبل توقف البطوله، راهو معناها بلاصته موجوده غيلان الشعلالي، وربي بطبيعه يحميه من الاصابات. نحكيو توا على الكوتي نتاع الاتاك، وخلينا نحكي على راس الحربه. دونك كيما قلنا في زوز بارتيات نتاع كيرين كاب حكينا على الجزيري وحكينا على الخنيسي خذاو حظهم، لكن ديما في زوز مباريات هذوما نشوفوا في تغيير
جبالي يدخل بلاصة الجزيري ولا يدخل بلاصة الخنيسي. كل ما جبالي يدخل في زوز معناها مباريات هذية إلا ما قدم الإضافة ومركة البونتوات وصراحة معناها ورا اللي عنده إمكانيات النجم ينفع بها المنتخب التونسي وشكل حتى المنتخب التونسي يتغير. دونك لنا حسب رأيي نتصور جبالي عنده حظوظ وافرة باش يلعب هو كومراس حربة تيتولير. بقطع النظر راهو على التألق توا متاع الخنيسي اللي قاعد معناه يقدم في مباريات كبيرة في الدور الكويتي اللي هو الدور صحيح ضعيف، لكن في الآخر زوز مباريات ماركة 5 أهداف كيف الجزيري توا أكثر تونسي مسجل معناها بعد دورة كيرين كاب مسجل 8 بونتوات. دونك لنا يقعد صراع بيناتهم. فما عباد تقول لي وينو الخزري؟ شبيك ما حكيتش على الخزري؟ الخزري نتصور الموضوع متاعو محسوم بالنسبة ليا. نتصوروا الخزري كون بوتا ما يجيش وجربناه برشا مرات، يا يجي تحت لاتاكون يا يجي بصراحة إلي وإلا صنع ألعاب نجم نقولوا. احنا رغم اللي الخزري في الشهر اللي فات خذا هو أحسن لاعب في فريقه مونبولي، نحكيو ليلي غوش. دونك حكينا على المساكن المضروب سليتي مازال كيرجع مع الاتفاق السعودي معناها اول مباراه تلعبها بعد الاصابه، دونك لنا بورسنتاج كبيره يمكن 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 نشوفوا الخزري معناها ينجم يكون تيتولير. لنا ينجم زاد القادري يختار ورقه سليتي راهو معناها موجود، لكن خليني نقول الخزري علاش لا. بطبيعه على اليمين كيما دورة كيرين كاب بن سليمان رغم اللي هو معناها يلعب كوم ريليور في الوسط نجم يعطيك إضافة كبيرة برشا ويتيح في الميليو يديكروش يخلي بلاصته لاري دروا باش يطلع كيف يعاون برشا لاري دروا. بن سليمان يعاون برشا كيف في الفكان حظوظ كبيرة برشا انه هو يلعب دونك في الكوتي هذيك، وان شاء الله نشوفوا تجانس وتوماتيزم كيما شفناه في دورة كيرين كاب. دونك هذه كانت التشكيلة متوقعة متاعي على حسب الحاجات اللي حكيتهم لكم. نحن نعرف التشكيلة متاعكم اللي لازمها تهبط بارتي جزر القمر، مازال برشا حديث على بارتي البرازيل التشكيلة المتوقعة، وبطبيعة ربي معانا في المباراة هذه فما برشا تحذيرات ضربوا كبير دونك تعمل، فما برشا ضربوات صغار قاعدين يفرقوا فيهم، عباد راهو قاعدة معناها من جيابة قاعدة هي اللي تساهم معناها في الحاجات هذه الكل، جمهور من أعلى التراس، الجمهور على حسب الأخبار المتواترة باش يتلم في استاد 6 نتاع العشية باش تكون دخول ودخلة باش تكون عالمية. ربي معانا وإن شاء الله ننتصروا في المباراة هذه ضد البرازيل ونقدموا معناها علاش لا مردود مشرف وكبير يليق بسمعة الرياضة والكرة التونسية. هذا كان الفيديو نتاع اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم، نشوفكم فيديوهات جاية ونقول لكم بالسلامة.